e-learning هو بلاتفورم بتاع انك تنجم تقرا اون لين لي ماتير الكل. اليوم جيت باش نحكي على البلاتفورم هذا خاطرني انا كنت مشارك فيه عجبني برشا. فيه برشا فوائد، من الفوائد نتاعو انك حتى انك انت في الكلاس مثلا تكونوا برشا عباد ما تنجمش تقرا ما تضيع تركيزك، اي-learning يجي يوفر لك الفرصه انك تقرا وحدك في الدار ما معك حد تكون مركز 100% باش تستفيد اكثر. اون بلوس اي-learning باهي للجماعه الحشامه اللي ما تنجمش تهزي ديها صباحا في الكلاس تكون عندي سؤال معناها حاجم انك حتى باش تعاود تسأل نفس السؤال، لا e-learning يمكنك من الفرصة انك تسأل وتعاود تسأل بالصوت ولا حتى تجم بالكتيبة كانك حشين برشا. من مميزات e-learning زادة كانك تجوع برشا في الكلاس تجم تاكل وانت تقرا معناها ما هما حتى مشكلة. البروف اللي في e-learning عندهم كفاءات كبيرة يجمو يعاونوك يجمو يقفوا معك البرومير دوزيام تروازيام نيفو باك الكلكم تجمو تدخلوا صفحة e-learning على فيسبوك وتكتشفوا اللي هي حاجة مزيانة ياسر، حاجة تعاون برشا. انا بيرسونالمون عاونتني برشا سورتو في لي دوفوار كونترول سانتيز، كنت هما برشا حاجات نحب نعرفهم برشا حاجات ناقص فيهم شوية. ندخل e-learning ندخل على البلاتفورم نسأل البروفات هما يجاوبوني بكل رحاب صدر يعطيهم الصحة. نشكر مسيو مراد اللي مكننا من الفرصة هذه، خدم خدمة كبيرة باش نجمنا اليوم نوصلوا هوني ونوصلوا معناها تكون متوفرة هي للناس الكل. أي واحد من أي مدينة في تونس يجم يدخل على الصفحة هذه ويشوف ويجم يقرأ الماتير اللي يحب عليها هي، والماتيرات تكون متوفرة بالأوبسيونات بالماتير برانسيبال باللي لونغ. هذه فرصتكم سيرتو جماعة الباك، نتصور أنا كل واحد عنده حاجة هكا يحب يطورها يحب يشوف يحب يزيد، فرصتكم باش تدخلوا وتشوفوا.